نتحول إلى دبي، حيث تم بالإمارات العربية المتحدة الإطلاق الرسمي للعلامة المغربية الجديدة الخاصة بالاستثمار والتصدير المغرب الآن، وذلك على هامش فعاليات معرض إكسبو دبي 2020. وتهدف هذه المبادرة إلى إبراز مكانة المغرب كمنصة صناعية وتصديرية من الدرجة الأولى بهدف تسريع الاستثمارات الخارجية بمختلف مناطق المملكة. وأكد يوسف الباري مدير الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات أن المغرب يتوخى عبر هذه الهوية الجديدة والتي تحمل دلالات كثيرة دعوة المستثمرين إلى الاستفادة من منصة جديدة للاستثمار تتميز بالتنافسية، مبرزا أن المغرب وبتوجيهات من الملك محمد السادس حظي خلال 20 سنة الماضية ببنيات تحتية من الصف الأول في مجالي التجارة والنقل مكنته من الانخراط في ركب الإقلاع الصناعي. واستحضر الباري أهم المشاريع التي أنجزها المغرب في هذا الإطار، ومن ضمنها ميناء طنجة المتوسط والذي يحتل المركز الأول على المستوى الأفريقي وضفة البحر الأبيض المتوسط والمركز 20 على المستوى العالمي في مجال الربط البحري، كما استحضر ما سجلته صناعة السيارات من معدلات نمو في العالم في وقت قياسي ما ساهم في تسجيل زيادة هامة في نمو الصادرات المغربية والتي عرفت ارتفاعا في قيمتها فاق 150 مليار درهم في ظرف 9 سنوات وتحديدا ما بين 2010 و2019.